منعنا كنا عم نتبهدل اكثر من هون. نعم. لانه كانوا عم يكذبوا علينا. كل ما جينا عملنا تركوا الكورس او تعطوا هلا بكره. نجي لهنا حتى دولة الرئيس ثلاث مرات ما معنا قال لي خلاص عنا روحوا اشتروا باللبناني. رحنا اشترينا زيومان باللبناني بالاخر سكروا صار بدل دولار. طلعنا نعم. لقينا انه بنك المركزي هو مع السنفذ اللي كانوا متفقين عليه مع دولة الرئيس والشركات اجى طلب منهم بس العالم نقيب عم يتهافتوا على المحطات وبعدين بسحر ساحر بتنحل القصة وبيكونوا العالم مثل يعني مثل ما ذكرنا بالأول إنه يعني فاتوا ببعضهم. دافع عن نفسي أنا إذا نعم. بس خليني دافع عن نفسي لشو بستنى. لا تفضل تفضل. مانيش أنا مش شيء أعمل أضربيات ولا أنا صرت هاي. أنت إذا كنت عنا وعندك معطيت بنزين وإجوا عم تشتري باللبناني بناء لجدول تركيب الأسعار اللي بتقدمه الدولة بتعطيك إياه بقول لك خذ التزم فيه. نعم. تجي بتلتزم في إنا وكل القطاع في باللبناني يوم ندفع ومجي. يعني هلأ الأضراب مفتوح ما في تراجع عنه؟ تقبرني ما هلأ رح أقول لك. لا بد خليني جيب إنه لاش عملنا هيك. نحن وصلنا لهلأ يا حبيبي من ثلاثة جول لليوم. نعم. هلأ الدولار ما عاد فيه. كان الدولار ب1515 هلأ ب2015. يعني أنا إلي 1900 ليرة بتنكت البنزين مش عم بطلب غيرون. يعني المواطنين بكره بيروحوا على محطات البنزين، محطات البنزين مقفلة؟ نعم. المواطنين بيروحوا بكره صباحا على محطات البنزين، رح تكون مقفلة؟ يا أخي إيه اللي مع شمعنا نشتري؟ لا بقى في دولار ولا بقى في عملنا طيب. ربح من الجعالي راحت كلها. رح تحكوا بكره مع وزيرة الطاقة لتشوفوا إذا في إمكانية لفك الإضراب؟ يا خي وزيرة الطاقة عراسنا وعيننا يا خي. بس وزيرة الطاقة بتقول أنا مش طالع بيدي شيء. نعم. الشركات ناكل معهم شو اسمه البنك المركزي وإجوا بدهم يسدوا أو سدون منا نحن ما عادش عندهم خيار غير هاي. وهوديك كانوا مراهنين يرجعوا يرجعونا نشتري باللبناني. نحن عم نلتزم بجدول تركيب أسعار. اجوا لزتونا وصار بدهم دولار وصار بدهم نعم من نجيب له ما شو معنى نجيب له. طيب نقيب حضرتك يعني انتو كم حطات نقيب انتو كم حطات عم تقبضوا باللبناني مش هيك من المواطن وقت عم تاخدوا المصاري من المواطن باللبناني على البنك عم بحولكم اياها على دولار ولا لا؟ نعم. هالمصاري اللي بتقبضوها من المواطن اللبناني باللبناني عم تاخدوها على البنك عم بحولكم اياها البنك لدولار او لا؟ مش نحن شركات البترول كانوا اتفقوا هني والشيخ سعد وزعود والبنك المركزي انه يبلشوا يعطونا باللبناني هو كل يوم قديش السعر بيرجع لهم يوم بالدولار بيخصم على الاصل السعر بيكون رجع ثاني يوم قال لهم خلص نعم. فيي يعني هلا انتم بتدفعوا للشركات باللبناني او بالدولار؟ قلبوها علينا ساعتها. انتم بتدفعوا للشركات باللبناني او بالدولار؟ 15% صرنا هلا بالدولار والبقوي حسب بنك المركزي بيصرف لنيون باللبناني وهوديكم بتاخذوهم منه. بس انتم المصاري اللي بتاخذوهم على البنك وقت بتاخذ مصاري يعني اخر النهار هالمصاري ثاني يوم بتاخذهم على البنك هالمصاري اذا طلبت من البنك يحول لك اياهم لدولار عم بيحولهم ولا لا؟ مش انا اللي ما بيحول لي انا ولا ما بيحول لك اللي انا بيحول للشركات قديش نعم. بيكونوا بايعين بالنار يحولون يوم. نحن كنا عم نشتري وقت اتفقوا على الموضوع باللبناني رجعنا رجع نقل بنك المركزي وعلى قلب على الشركات وقال اكثر من 85% ما في يعطيكم. هلا انتم مضربين كرمال الشركات ولا مضربين كرمال الجعالي تبعيتكم؟ مع شو جعالي قلنا اعملوا له حساب يا عمي انه له حساب قلنا 1900 ليره كانت الدولار ب 1507 1515 يعني مش عم تربحوا وحياة ولادي وحياة يسوع المسيح وكل شيء في انبياء انه فرانك ما عم فينا نربح ولا فرانك بقينا منا امبارح قدي لازم تكون صفيحة البنزين حتى تربحوا؟ ماشي انا الفرقة معي صحيحة ولا مرة سألت انا ولا بدي زيادة ولا نقص انا بدي جعالتي وبدي اشتري من لبنان هيك اللي فيه يعني عم بيعمل لبنان كيف يعني
طب ما باللبناني ما الدولار ارتفع سعره بالسوق السوداء او بالسوق الموازية، يعني بدل ما يكون 1515 عم بيكون بال 2000 2100 هلا. مزبوط، بس راح الفرق وين راح؟ مش عالي راح كله. طيب سؤال اخير، بدكم زياده على صفيحه البنزين 600-700 ليرة، هذا المطلوب؟ حبيبي حبيبي، هيدا هوني والشركات ما لنا دخل فيهم. كيف ما لكم دخل؟ 700 ليرة، نحن لنا دخل في 1900 ليرة جعالي لنا للمحطات بالمجو بموجب جدول تركيب الأسعار، يرجعوا لنا إياهم ما بدنا شيء، نحن لا طبيعي زيادة ولا نعم، شكرا 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 لك نائب.